يا رب يا ساتر. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا كلكم تمام وبخير. جاسر مصطفى وجي توكس وظفك وفيديو جديد. مرحبا، زي ما تعودنا دائما في هذه السيريز عم بحط لك وظائف، عم بحط لك ايميلات، عم بحط لك معلومات شو المطلوب من الوظائف، وعم بعطيك نصائح كمان مرات لما تقدم على الوظيفه، المطالب الموجوده وكيف تقدم على هاي الوظيفه. So I think انها السيريز راح تكون كثير مفيده للجميع. ارجوك ما تبخل انك انت تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب، تعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل، لحتى سبسكرايب والانيبل نوتيفيكيشن بيل راح يعطيك ابيليتي انه تطلع عندك انت دائما نوتيفيكيشن للفيديوز اول ما تنزل، فتقدر تشوفها اول ما تنزل، تعرف عن الوظائف اول باول. الشغله الثانيه اللايك والشيرز راح يعطي ابيليتي لليوتيوب انه يفهم انه هذا الفيديو فيديو مهم، وراح يصير هو يقترحه للناس اللي بتدور على هذا النوع من الفيديوز بطريقه اكثر وبشكل اوسع. فيا ريت لو نعمل مره ثانيه لايك شير سبسكرايب انيبل نوتيفيكيشن بيل، ويلا نبلش. كمان للمعلمين والمعلمات، فانا حاطط لك كمان اعلان اللي هي إليت سكول. إليت سكول اللي هي النخبة، مدرسة النخبة، واللي هي موجودة في دولة قطر. حاط لك رقم تلفونها والفيكنسيز، بيحكي لك الابليكنتس فور امبلويمنت كان سبميت ذير كريكولم فيتاي او فيتاي، باي ذا واي هذه الكلمة الكريكولم او الكريكولم وات ايفر، كلمة السي في أنا ما بعرف أقرأها لليوم. هي اختصار لإيش؟ عمري ما حاولت أعرف كيف تنطق، يتم نطق الكلمة. anyways إذا بدك تقدم لمدرسة النخبة الموجودة في دولة قطر، فابعت على info@eliteschool.com. وبيحكي لك، أنا طبعا بحكي تفاصيل الشغل لأنه مرات تكون الإعلان بالإنجليش والناس مش فاهمة أو مش عارفة شو هذا الإعلان وكيف لازم تقدم له، أو الناس ما عندها وقت تقرأ أو whatever. أنا عامل السيريز هاي عشان تساعد الكل. So بيحكي لك عشان تقدم على هاي الوظيفة، حط في السبجكت أو في موضوع الإيميل اللي أنت بتبعته اسم البوزيشن اللي أنت قاعد بتقدم عليه. وبيحكي لك والله عندهم vacancies منيحة، عندهم كمية وظائف منيحة. بيحكي لك إنه بدهم senior management team، بدهم foundation level coordinator، coordinators for all subjects، facilities coordinators، foundation level teachers، KS1 and KS2 homeroom teachers، KS1 and KS2 subject teachers، Arabic teachers، religion teachers، French teachers، art and PE teachers KS1 and KS2، teacher assistants اللي هم مساعدين للمعلمين. طبعا انا ما ترجمتش كل هذول، جيت اترجمها يلا بترجمهم، حاول اترجمهم. librarian اشي له دخل في المكتبة، اتوقع مشرف المكتبة. social worker عمل اجتماعي. ICT teacher معلم الـ ICT. music teacher معلم الموسيقى. finance and HR department و must be fluent in English. في الـ HR و finance department بحكي لك must be fluent in English and Arabic with minimum 3 years of experience in schools in Qatar. فهم لازم يكون fluent in English and Arabic لأنه they are teachers، ولأنه في عندهم من كل الجنسيات طلاب. So senior management team بده يكون senior في الفريق الإدارة، بدهم foundation level coordinator، بدهم واحد منسق، وبدهم coordinators for all subjects، بدهم منسقين لكل المواضيع. facilities coordinator، هلا facilities منشآت، كوردينيتر منسق. هل في عندهم بوزيشن اسمه منسق المنشآت؟ يمكن عندهم اكثر من مبنى وبدهم حدا كوردينيت بين هاي المنشآت، ما بعرف شو تفاصيل هذا البوزيشن. فاونديشن ليفل تيتشرز تاسيس، معلمين تاسيس. كي اس 1 وكي اس 2 انا ما بعرف، بس انا بعرف كي جي 1 وكي جي 2، فما بعرف شو الكي اس 1 والكي اس 2 اونستلي. هوم روم تيتشرز وكي اس 1 كي اس 2 سبجكت تيتشرز، مدرسين المواضيع تبعت هذول المرحلتين، هم من عن تدريس انا ما بعرف. اريبيان او ارابيك سوري تيتشرز، معلمين اللغه العربيه. ريليجن معلمين الدين. فرنش معلمين فرنسي. ارت اند بي اي تيتشرز اللي هو الارت اللي هي الموسيقى، البي اي الارت اللي هي سوري الموسيقى اللي هي الفنون، بس البي اي انا ما بعرف شو هي اختصار لشو. والباقيين حكيناهم، حاطين رقم التلفون وحاطين الايميل، الايميل info@elite
ان اليت انت انت سكول اليت انت سكول يس انفو ات اليت انت سكول انت من انترناشونال دوت كوم. سو شباب انطلقوا وخذوا راحتكم وقدموا للبوزيشنز. اللي بعدها بيحكي لك انه في عندك وظائف تعليميه واداريه شاغره في مدارس اس اي كي الدوليه في قطر 2020، وهي اللينك تبع الوظائف تقدر تدخل عليه وتشوفه وتقدموا على البوزيشنز المطلوبه. فشقنا عن بوست الفيسبوك تبع الدفاع المدني، رحنا على مؤسسة تعليمية تعلن حاجتها عن موظفين اي تي عدد 4، بدهم 4 في مجال الاي تي، سيستم ادمنستريتور، ويب سايت ديفلوبر اند تكنيكال سبورت. ويشترط المتقدمين في الوظائف المطلوبة على حاصل درجة البكالوريوس تخصص علم الحاسوب وتخصص ذو علاقة. انا عم بقرا انه يمكن ما تطلع على الفيديو واضحة الصورة. اتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة، ولديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، ويفضل من لديه خبرة في الجامعات. فواضح انه هاي المؤسسة التعليمية هي جامعة. يشترط المتقدمين للوظيفة هدول الاول 3 بوزيشنز. البوزيشن الرابع مسؤول الدعم التقني، بيحكي لك اشترط فيه حصل درجة بكالوريوس تخصص علم الحاسوب او تخصص ذو علاقة وتشيز نفس اللي قبل، اتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتشيز نفس اللي قبل، لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجالات التالية. صراحة المجالات كثير، فيا رب تكون واضحة على الفيديو. اللي بده يبعث بيقدر يبعث على hr.newjobs2019@gmail.com، وهي واضح انها شركة توظيف. ناخذ كمان وظيفتين. وي ار هايرينج انفايرمنتال انجينير، مهندس بيئة او مهندس بيئي. جوب سامري ادرس ذا انفايرمنتال سوري ايشوز ان ذا كومباني سايتس انكلودينج افشنسي ريسورس مانجمنت اند بابليك بوليسي كومبلاينس ريكويرمنتس. المتطلبات اللي بدهم اياها في هذا الانجينير درجة البكالوريوس في السيفل او اي ريليتد انجينيرنج فيلدز، اكسبيرينس يوزنج كومبلاينس اند مايكروسوفت سكيلز. وبيحكي لك 4 years of experience in environmental works in construction field, strong problem solving and management skills. Work location في الهيد اوفيس تبع الشركة اللي هي اسمها ريدكون Construction Company. وبيحكي لك interested candidates please send your resume mentioning the job code T101.9 in the email subject. يعني لازم تحط له هاد في الايميل سبجكت، بليز التزموا في هاي الشغلات. الايميل بيحكي لك talent@acquisition@redcon.com. so talent@acquisition@redcon.com. سو تنتين كون في الايميل. الوظائف اول مجموعه الوظائف الاخيره اللي راح كان لها بنفس الصوره information technology minimum 5 years works of working experience او minimum 5 years working experience، business development minimum 5 years work experience، executive secretary minimum 5 years work experience. Qualified applicants can email your application with the subject, job position and applicant name. يعني لازم تحط في السبجكت تبعك ايش البوزيشن انت مقدم عليه وايش اسمك انت، وابعثه ل hrbrideprojects@gmail.com. لهون راح اوقف في هذا الفيديو لانه صار صراحه العدد كبير. شو طلع لنا احنا؟ والله ضايل لنا عدد مرتب. anyways لهون راح نوقف. ان شاء الله بنكمل الفيديو الجاي عدد من الوظائف، وان شاء الله انها فيديوهات مفيده ويستفيد منها الكل. ارجوك اذا بتعرف حدا ممكن يستفيد من هذا الفيديو بعث له اياه ضروري. اعمل لايك، اعمل شير، اعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيلز لحتى تصير توصلك دائما النوتيفيكيشنز والاشعارات للفيديوز اول في اول عشان تعرف عن الوظائف اللي عم تنزل. احكي لي في الكومنتس ايش تخصصك، عدد سنوات الخبره، وفي اي بلد انت موجود، واي بلد بتحب انك انت تقدم فيها على وظائف، لحتى اصير اعرف العدد الاكبر من المتابعين ايش تخصصاتهم واي بلدان اللي بيحبوا يدوروا فيها على شغل، لحتى نقدر نخصص البحث في هاي المجالات. اذا عندك وظائف انت عم بتمر عليك فيا ريت لو تحط ليها في الكومنتس او تبعث لي سكرين شوتس من الاماكن اللي انت عم تحصل فيها او عم تحصل فيها الوظائف لحتى نصير ننشرها للجميع. لهون بكون خلص الفيديو تبعنا، ان شاء الله يكون مفيد. مره ثانيه شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه وسلام.